سيدات وسادة، أهلا بكم من جديد. كل هذه التساؤلات التي استمعنا إليها في التقرير سوف تكون أيضا موضوعا للحوار مع السيد صادق المهدي زعيم حزب الأمة. مرة أخرى برحب بك. سؤالي قبل الفاصل عن القوى الجديدة، على أي أرضية أتت ومن ذهب لمن وما هي طبيعة هذه القوى؟ الذي حدث في السودان منذ 26 عام أن استولى على السلطة نظام أخواني المرجعية. هذه المرجعية الإخوانية حاولت تفرض أيديولوجية إسلاموية فوقية على مجتمع متعدد الأديان، متعدد الثقافات، متعدد الإثنيات. هذا بطبيعة حاله أدى إلى ردود فعل مختلفة، أولا داخل الجسم الإسلامي، لأن السودان الجسم الإسلامي فيه ليس إخوانيا، فكل الذين كانوا غير إخوانيين أخذوا موقفا معارضا. ثم هناك تيارات علمانية أصلا في البلاد، ويسارية وشيوعية وقومية وليبرالية، وهناك أيضا تيارات ذات أصول أفريقانية زنجية. هؤلاء جميعا الخط الجديد نفرهم وخلق ما يمكن أن نسميه تيارات طاردة من المركز، سنتريبيتال. وهذه التيارات الطاردة من المركز كونت هي قوى سياسية واجتماعية جديدة. كذلك الحزب الحاكم بما أنه اتبع سياسة سميت التمكين لإقصاء الآخرين، كل القوى الجديدة الشبابية صارت معارضة. كذلك المرأة، الاتجاه الإخوانية المرجعية هذا خلق ردود فعل أيضا في أوساط المرأة. القوى الجديدة في السودان الآن قوى من الهوامش وأغلبها من العناصر غير العربية، وقوى شبابية وقوى نسوية وقوى ذات توجهات إسلامية غير إخوانية. هؤلاء جميعا يمثلوا في رأيي قوى جديدة في الواقع السياسي السوداني. طيب على أي أرضية أتوا؟ هل أنتم من ذهبتم إليها أم أنهم أتوا على أرضية الحزب وقواعد الحزب الفكرية والسياسية الأساسية؟ منذ أن بدأ النظام شيطننا وعدنا خصومه، ولذلك منذ البداية نحن مع هذه القوى كنا زملاء. المصائب يجمعنا المصابين، كنا زملاء في مواجهة هذه السياسات الإقصائية، واجهناها، وفي هذا الطريق استقطبنا بعضنا بعضا في اتجاهات معارضة للنظام وتحاول إسقاطه بكل الوسائل. كانت القوى التي يمكن أن نسميها قوى الهوامش كانت تحمل السلاح وتعلن عن أمرين: تعلن عن أنها تريد أن تسقط النظام بالقوة، وتعلن عن أنها تريد مرة ثانية أن تمنح أو تأخذ تقرير المصير مثل ما حدث في الجنوب. نحن استطعنا أن نقنعهم بأن نتفق معا، نعم لنظام جديد ولكن بوسائل سياسية لا بالقوة، ونعم لسودان عريض يتناول التعبير عن مشاعرنا ومصالحنا جميعا، لا حاجة لتقرير مصير مرة أخرى. هكذا استطعنا في رأيي أن نقيم توازن قوى جديد. إذن هي شكل من أشكال الجبهة أكثر منها مسألة حزبية مجردة، هو شكل من أشكال التعاون ما بين الحزب وقوى أخرى على أرضية مشتركة للتغيير الواقع، دعني أسميه. الحزب جدد نفسه في هذه الفترة لأنه ظل طوال هذه الفترة مناضلا في السجون وفي المنافي وفي كل المجالات، يعني دائما الكفاح بيجدد الجسم السياسي، فجددنا جسمنا السياسي وانفتحنا لعلاقات مع جوانب أخرى في القوى السياسية ذات أهداف مماثلة.